استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في أولى زياراته الخارجية منذ تولي سموه مقاليد الحكم بالإمارات الشقيقة. سلام دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام. سلع. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد مباحثات قمة بين الزعيمين لتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية. كذلك تم بحث موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.